مدام دورنا عليها، هي ما لها هون. يا غبي، شو أنا جبت وجدان وخبيتها عندي هون بالبيت مشان حضرتك تخليها تهرب مني؟ عن جد إنك غبي. كان بقيالي شوية وقت ورح فوز بكل شي، ما في مجال لأي غلط. حاجة بحلق فيني هيك؟ يلا لشوف تحرك، روح خبر كل شباب الأمن ما لازم تهرب من هون. أنا بدي وجدان عندي عايشة أو حتى ميتة. أنا بدي إياك إنك توافقي تقودي حملة للشباب بمنظمتي الخاصة. وجدان تعالي وقفي جنبي مشان نتصور سوا. صح، بالمناسبة في إلك عندي مفاجأة حلوة. لازم تشكري المعلم لأنه هو اللي أمرنا ما نمد إيدنا عليكي أبدا، فهمتي؟ هاتوا. لقيناها غميانة على الأرض. أنا زعلانة عليها. الحمد لله إنها ما شافتني. وجدان، بس كمان يوم أنا بكرة على الأكيد رح أقدمك لكل الصحافة. ما بدي تزعلي، ماشي؟